ما هو قدر ومكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى؟ وبما تميز المصطفى صلى الله عليه وسلم عن باقي الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم؟ ونقول أغر عليه للنبوة خاتمه، من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد نبي. أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، وشق الإله له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليك وسلم يا حبيبي يا رسول الله. إلى الكتاب. ما أجمل نهضة النبي بإذن الله، ما أروع يجمعنا رسول الله، كتاب أمة كتاب قومة نهج رسول الله، كتاب نهضة كتاب وحدة حبيب رسول الله، ما أرقى أن نحيا بإسم الله، ما أغلى يهدينا رسول الله، بيان واضح مورد مجدد روح رسول الله، كتاب نهضة كتاب وحدة حبيب رسول الله. السلام عليكم إخوتي الأحبة في عالمنا الإسلامي الكبير ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بمعية الله وطيب حياتكم بنور حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلنا وإياكم ممن أحبهم واصطفاهم وقربهم وأقامهم لأمره، وجنبنا وإياكم أن نكون من الغافلين المبعدين المفرطين القاعدين، اللهم آمين. واليوم رح نتحدث عن قدره ومكانته عند الله، وما زلنا بهذا في سلسلة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نؤصل الأصول ونعلي مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللي كان يا شباب بيقين سبب رئيسي في نزول الأمة. فنزول قدر الحبيب صلى الله عليه وسلم في القلوب والأرواح هو نزول الأمة تماما، مثل ما قيل يعني ما هان قوم كبيرهم إلا ذلوا. بالله عليكم، فما بالكم في تنزيل مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لا بد يا شباب أن يكون مقرون هذا الذل وهذا الانحطاط في الأمة. ومن أولى الأشياء أنه يرجع مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم عاليا كما يحب الله ورسوله. ومن هيك أيضا هذا الموضوع، تعالوا نشوف قدر ومكانته عند الله. فمن باب أولى أنه يكون عنا اللي إحنا عباد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك اللهم صلي وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا يا شباب نقرأ اللي بين السطور في الآية. ربنا يضع صفا، يبدأ بنفسه: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يضع رب العالمين حاله وذاته مع الملائكة يصلوا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يا شباب إيش معنى هذا؟ إيش معنى الباطن؟ حتى يبرز مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم. والحق ليس فقط إنه إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. ايش يا شباب معنا؟ احنا دائما وإلنا سنين نسمع صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما معنى انه ربنا يحكي صلوا عليه وسلموا تسليما؟ يا شباب، من ضمن المعاني اللي لا يتحدث فيها كثير صلوا عليه وسلموا تسليما، انه اكثروا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم بحيث تكونوا متواصلين مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. الصلة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم يجب انها تكون قوية. يا شباب، ما بدي احبط الشباب او الامة، وانما بدنا نبعث يعني الامل والخير، ولكن يا شباب لما يكون اخر همي هو معاتبة النفس في البعد عن الله ورسوله، واحنا في الحديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم في البعد عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لا اعاتبها، ما بعاتبها، ليش الحبيب صلى الله عليه وسلم بعيد عني؟ طب وين انا مكانتي عند الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ وين مكانتي عند الله ورسوله؟ هل هم بعديني؟ ان سنين يا شباب فقط الدنيا والاهل والمال، وتاركين الله ورسوله يا شباب على جانب. حركات بنعمل صلاة ما في تواصل، وهذا يدل على إن أموات غير أحياء. يا شباب، الحي بدك تعرف حالك حي وقريب من الله ورسوله، ببين عند الذنب لما أذنب وعاتب نفسي كثير إني أرجع لله ورسوله، ولا عادي بس بشوف خطأ الناس، وبيجي مقام الأعلى من هؤلاء دائما في عتاب على النفس، إنه خوف إنه يكون بعيد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، خوف ليش يا رب أنا إلي سنين لا أشاهد الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا بأي منظر، يا رب يعني هل أنا بعيد، هل كثر ذنوبي، قليل الاستغفار والرجعة. هذا يا شباب كان الصحابة حريصين على التسابق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التسابق لميدان الله. أما إحنا مش حريصين على هذا الجانب، إحنا نقول ما لا نفعل، فربنا يعقب مثل ما حكينا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إيش هذا المشهد وإيش هذا الشهود؟ إن در الأنبياء وأعلاهم مقاما بوجوده هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس يا شباب سيدنا آدم، وليس سيدنا إبراهيم على كبر مقاماتهم يعني وكبر مديح الله لهم وأولو العزم من الرسل، وليس سيدنا عيسى، وليس سيدنا موسى، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوجود الحبيب صلى الله عليه وسلم هو جامع لما سبق، ناسخ لما سبق. فبالضرورة إيش يا شباب؟ من لا يؤمن بسيدنا محمد هو لا يؤمن بالأنبياء والمرسلين أصلا. من لا يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو غير ناجي، قولا واحدا بإذن الله. صدق الله العظيم. وقال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. إحنا ليش يا شباب عليه الصلاة والسلام بيحكي لنا بهذا؟ بالله عليكم بس نقف شوي، وليش الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي كثير من مثله؟ كأنه إيش بيحكي لنا من بين السطور يا شباب؟ إنه بيحكي لنا لا يجوز تنزيل مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم وجعله شيء عادي، حتى إنه يطلع خطيب يقول لك محمد مش سيدنا محمد. لاحظوا أنتم ربنا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا.
واتطلع يؤكد هذا ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. إيش النتيجة؟ مجرد رفع الصوت أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مجرد رفع الصوت في حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكأن رب العالمين يعظم مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبيحكي للمسلمين يجب أن يكون صلى الله عليه وسلم يا شباب هو الأول وهو المشرع ولا غير. يا شباب لا تحكي لي بعد حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في أئمة إلا إن تبع الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا تقول لي بيئة محيطة ووسط محيط ومسؤولين متجبرين قاعدين يعادوا في الله ورسوله إني أنا أطيعهم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وين يا جماعة احنا نجننا؟ مش لازم عمل حساب لأي مخلوق بعد قول الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا بيجيك سفيه بلطجي تحت والله مسمى مخابرات أو أمن أو جيش وبقعدوا يتهبلوا ويسألوا في الناس بشيء، أنت لا ترد عليهم إلا بقال الله وقال رسول الله، اتركوا يستهزئ. هو اعتماده على الظلم والشيطان والفساد والتفاهة والوساخة. أما أنت لا تنزل بهذا المستوى ولا تخاف. بده يجي يسألك قل له قال الله هيك، بده يجي يسألك قل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هيك، هذا إمامي وهذا المشرع وهذا القرآن. لا تنزلوا بالمستوى وتخافوا من دون الله ورسوله. يقول تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لاحظوا يا شباب هذه الآية في قدر ومكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ربنا بيحكي ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هو هون يا شباب المقصود فقط جسده؟ خطأ من يحصر هذا، ضيق واسعا. طالما أصلي على النبي وأستحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمامي أصدح فيها قولا وعملا وحالا حقيقة فهو معك صلى الله عليه وسلم، طالما تتبعه فهو معك عليه الصلاة والسلام. وربنا هون يعصم المخطئ. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فليش يا شباب إنك تنزل حالك أنت عن هذا المستوى؟ طلع يقسم الحق بعمر النبي صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقوله تعالى: وتقلبك في الساجدين. لاحظوا مكانة وقدر الحبيب صلى الله عليه وسلم. والحين حكينا عن حادثة الإسراء والمعراج، أيضا هاي من مكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم خصوصا عند رب العالمين. إنزال الله للأمة والعالم قرآنا يتلى محفوظ بالصدور والسطور على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هاي من مكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أكرمه الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللي بدهم مش السنة، بدهم بس قرآن. إن كنتم تحبون الله، الكلام عن الله، فاتبعوني. كأنه بالمعنى العكسي يا شباب، إيش؟ إنه ربنا لن يحبكم إذا ما تبعتون. فاتبعوني يحببكم رب العالمين ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. يا شباب جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهون نقف ونسأل سؤال: هل الآية هاي نسخت؟ هل الآية هاي تعطلت يا شباب؟ هي ليش ظلت؟ ولاحظوا أنتوا الصيغة، المستقبل والحاضر تشمل. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. يعني المسألة في كل وقت
وليست محصورة بوجود جسد الشريف صلى الله عليه وسلم، لوجدوا الله توابا رحيما. كل الأنبياء والرسل ناداهم الله بأسمائهم المجردة بالقرآن، إلا النبي كان يميزه بالخطاب. وهون يا شباب لا نخلط بين المناداة والإخبار. البعض بيجي بيقول لك لا، نادى الحبيب صلى الله عليه وسلم باسمه، وما محمد إلا رسول. خلط بإيش؟ بين المناداة والإخبار، هنا إخبار. أما عندما ينادي لا ينادي باسمه مجرد، وإنما يا أيها النبي يا أيها الرسول دائما وأبدا. أما وما كان محمد هذا إخبار، أما هو لا ينادي باسمه المجرد. فمن هذا بنفهم إيش يا شباب؟ إنه لما يجيك خطيب على المسجد وينادي الحبيب صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا فهو سيء الأدب، لأنه ملعبش معك بالشارع، يعني أنت بتستجريش على حاكم إنك تناديه باسمه. ومن الأدب دائما اللي هي الألقاب، هاي الأستاذ الدكتور الكذا. سوء أدب إنك تنادي أبوك باسمه، سوء أدب إنك تنادي إمك باسمه، هاي من التلقائية، هاي من البداهة، هاي فما بالك في أعظم من الأم والأب وكل الوجود والخلق الموجود على الأرض، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألا يا محب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر منك بطيبه، ولا تعبأن بالمبطلين فإنه علامة حب الله حب حبيبه. إن السنة موضحة للكتاب والدين بكليته. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وهون كررناها يا شباب، ونكرر هذا الحديث دائما وأبدا. هو ليش ما وقف الحبيب عند كتاب الله؟ ليش ما حكى بكفيكم هاي؟ ليش ما حكى الدخول في الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله؟ فما نيجي ننظر إحنا بهبل، وإنه عشان والله هذا سوق يعني في ضرب الإسلام والمسلمين ومحاربة عليه الصلاة والسلام، إنا نجد فيها بضاعة، هذه كلياتها بضاعة مردودة، بضاعة مزجاة ما أنزل الله بها من سلطان. اقتران اسمه بسم الله الأعظم صلى الله عليه وسلم، الوحيد المخلوق على وجه الأرض، اقتران اسمه بسم الله دائما وأبدا. فلا تذكر رب العالمين إلا وتذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال: ألم تر أن الله أخلد ذكره إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. معجزة القرآن الكريم هي الباقية إلى اليوم. أمر سيدنا موسى بخلع عليه في الوادي المقدس، أما سيدنا محمد فعرج لأعلى من ذلك سدرة المنتهى ولم يؤمر بخلع نعليه. هو من أفرض الله له خصوصية لن تكون لأحد سواه، فهو صاحب الحوض المورود، وهو صاحب المقام المحمود والوسيلة، وهو صاحب الشفاعة العظمى، وهو الذي بيده لواء الحمد يوم القيامة، وهو أول من يدخل الجنة، وهو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة. تميز بمعجزات عظيمة غير القرآن الكريم، وهذا اللي احنا بصدده. الطاعة لرسول الله هي عين الطاعة لله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. كل هذا يوضح لنا عليه الصلاة والسلام مقامه وقدره. فإحنا يا شباب عليه الصلاة والسلام يميز هذا، ويصوم يوم ولادته، ويميز مجيئه ومولده وقدره ومقامه، ولاحظنا في القرآن، وإحنا نيجي ننزلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست. لاحظوا كم موضع عليه الصلاة والسلام يذكر ميزاته ومقامه.
أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم. حتى الجمادات والحيوانات كانت تحبه وتجله وتعرفه. إن أبا لهب يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين، إيش العلة يا شباب؟ لفرحه بمولده عليه الصلاة والسلام. هنا العلة يا شباب لفرحه بمولده. احنا اليوم ما بنحكي والله بدعة ولا مش بدعة الفرح بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، والله من لا يفرح بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم وبالحبيب صلى الله عليه وسلم إنه إيمانه مشكوك فيه، وإنه يجب عليه مراجعة إيمانه بحق، مثل ما قال: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا. أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. لا يوجد مصادر معلومات للرسول في ذلك الوقت إلا الوحي، فكيف نبأ بكل هذه المعلومات صلى الله عليه وسلم؟ هو سبب في استجابة الدعاء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف، لاحظوا يا شباب، إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. هذا كلياته يا شباب مقامات للحبيب صلى الله عليه وسلم ومكان بالذات عند رب العالمين. قال أبو سليمان الدارمي: من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليسأل حاجته وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي مقبولة والله أكرم أن يرد ما بينهما. أكثر شيء فرح به الصحابة قول الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى صلى الله عليه وسلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هنا عليه الصلاة والسلام يقدر المقادير والموازين، فلا يجب بعد قول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن نضع أي رسول فوق الحبيب صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: هو الإمام الذي صلى بجميع المرسلين صلى الله عليه وسلم، لما خطرت بهم التفوا بسيدهم، كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي أمم، ومن يفز بحبيب الله يغتنم. ربط الإيمان بالرضا في حكم الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فلا وربك، لاحظوا يا شباب الآية خطيرة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لاحظوا يا شباب الآية خطيرة جدا، فلا وربك لا يؤمنون. ربنا نفى صفة الإيمان، لاحظوا، وإن كانوا بيصلوا وإن كانوا بيزكوا، لاحظ، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن إيش نفهم يا شباب؟ إن القول الفصل في حياتنا ومنهجنا هو قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما تجبر يا جماعة والوقت تجبر على الإسلام والمسلمين، لا يجب على المسلمين إنه يكون الحكم فيما بينهم ومصدر تشريعاتهم ومنبع أصولهم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فمن يعادي الحبيب صلى الله عليه وسلم وبنجس مثلا زي البلاد المقدسة أو بلاد الحرمين أو هذه الأمور ويخالف ويعادي الحبيب جهرا نهارا، هذا بني آدم يا جماعة لا يهين إلا نفسه. كيف يعني؟ حاشا يعني واحد قاعد بتفل على السماء، هي رح ترجع على وجهك يعني فقط. والله معز رسوله ودينه والمؤمنون سيذوقوه بإذن الله، ولكن أنت فقط تضع نفسك في مزبلة التاريخ فقط لا غير. يعني كل هؤلاء يا شباب بما يسموا والله متنفذين وظلمة وطغاة، هؤلاء لا يساووا شيء، هؤلاء مكب نفايات في التاريخ، هم لا يهينوا إلا نفسهم. أوشك بزوغ فجر الإسلام كما ينبغي يا شباب، أوشكت يعني إحنا قاعدين الآن بنعيش في مرحلة ملكا جبريا، وبعده يا شباب شاء من شاء وأبى من أبى، بعد هذه السنين العجاف السنوات الخداعات اللي يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، يخون فيها الأمين ويتمن فيها الخائن، إحنا صرنا في آخرها يا شباب اطمئنوا، والأمر سيتبدل لصالح الإسلام والمسلمين بإذن الله والصالحين والمستضعفين في الأرض، وهؤلاء سيكبوا بعدائهم لله ورسوله، وآن أوان التغيير بإذن الله. فهم فقط يهينوا أنفسهم، لا تفكروا يعني مهما تجبروا، لأنه ليش نازلنا بنحكي يا شباب؟ الحكم يجب أنه يكون لله ورسوله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إحنا كشعوب يا جماعة الخير، هؤلاء في وادي هم لحالهم، أما إحنا كشعوب يحكمنا قال الله وقال رسول الله، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وكثير تجادلوا في هاي، لاحظوا أنتم هذا قول الفصل من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم. في يوم القيامة هو صاحب الشفاعة الكبرى في الموقف العظيم، حين لا يجرؤ أن يتقدم أي نبي، به تحصل على كثرة الحسنات والقرب من رب العالمين وغفران الذنوب ورقي الدرجات. والحين نتابع مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم مشوارنا في معجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم، والآن نمر على معجزة بركة قدح اللبن. عن أبي هريرة قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله. والحين ظلينا ماشيين ومستمرين مع معجزة لا استطعت. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله. قديش هاي نستسيغها يا شباب، قديش صار قال الإتيكيت والله بالشمال هذا، فإحنا بنمشي وراء الإتيكيت مش وراء الحبيب صلى الله عليه وسلم. إنك لازم إنه الإتيكيت إنك وبعطوك إياه يعني عشان إنه تبين إنك راقي إنك توكل بالشمال.
يعني انك تاكل من جهه الشيطان هاي، لا احنا بدنا من جهه الرحمن، وبدناش الاتيكيت تاعكم هذا اذا كان هذا هو الاتيكيت. فنرجع، أما رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع. طيب هل عليه الصلاة والسلام أعطاه عذر؟ لا، طلعوا إيش قال له، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه، من معجزة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنه حكاها بكبر واستهانة في أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم، فما استطاع أنه يرفع إيده. فإحنا يا شباب أكيد والمقرون إن لا نستجيب للحبيب صلى الله عليه وسلم، إن ما نقدر نستطيع ننهض بأمتنا وإن في أواخر الأمة. وما زلنا ماشي مع الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعجزة إسماع من في البيوت. عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ففتح الله أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم مناسكهم. يا خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن السهل والجبل، نفس الفداء لقبر أنت ساكن فيه الهدى والندى والعلم والعمل، أنت الحبيب الذي نرجو شفاعته عند الصراط إذا ما ضاقت الحيل، قالوا نزيلك لا يؤذى، وها أنا ذا دمي وعرضي مباح والحما همل. والحين نيجي للواجب الخلقي، المروءة. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكتوا، فقال ذلك 3 مرات. فقال رجل بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. واضح يا شباب؟ هنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فصل بمحور الخير ومحور الشر بالجملتين هؤلاء، فصل بين محور الخير ومحور الشر. ضروري يا شباب إننا نسمع ونعرف من هو محور الخير ومن هو محور الشر. خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، هاي محور الخير، وشركم هاي محور الشر، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. بذكركم في شيء في جماعة يعني زي هيك. تعريف المروءة، حمية ونخوة في نشر خير أو مساعدة مظلوم أو محتاج. ضد التعريف هو الخذلان، خور وسماجة في الطبع، يعني قعود يا شباب عن أمر الله ورسوله وخذلان لأمر الله ورسوله. والحين يجي لحكم اليوم، رقم 1 عند طلوع الشمس بعد الظلام لا معنى للشموع والمصابيح فتطفأ جميعها. وهذا دائما وأبدا يا شباب معمم، لما أي واحد منا يضيء شمعة ومصباح وأي شيء من هذا، لما تأتي الشمس مثل أمر الله ورسوله هذا الكتاب، لا معنى للشموع الصغيرة أو المصابيح الصغيرة، مثل ما قال طلع الصباح فأطفئ القنديل. 2 اعتني جيدا بعملك لأن عمره أطول من عمرك. 3 الإيواء لغير الله مهما عظم مبتور، والإيواء لله مهما صغر منصور. والحين نيجي للنصيحة الطبية الوقائية، فالوقاية خير من العلاج. الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
توثق الصلة بينك وبين الله. ونقول بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرة، يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا، لك يا رسول الله صدق محبة وبفيضها شهد اللسان وعبرا، لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة كل من عاش على الثرى، لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغير، لك يا رسول الله منا نصرة، لك يا رسول الله منا نصرة، لك يا رسول الله منا نصرة بالفعل والأقوال عما يفترى. وأخيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. يا شباب أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كفانا هزوا ولعبا، تعالوا إلى الله وإن شاء الله سننتصر به.